حياكم الله أحبتي المشاهدين. السفر جواً يعتبر من أسهل وسائل النقل، وهو يكون بمتعة واختصار للوقت، لكن يخيم على هذا السفر وهذا الاختصار للوقت هو التعب والإرهاق بسبب القضاء يعني ساعات طويلة في المطار لانتظار الرحلة وانتظار الطائرة، تحديداً إذا كان المطار هو بأسوأ حالاته أو كان المطار هو يفتقد لأفضل مقومات الراحة اللي يحتاجها كل مسافر. إذن أحبتي المشاهدين، بحلقتنا لهذا اليوم سنناقش موضوع مطارات العراق، تحديدا مطار بغداد الدولي. نقول ليش لا ما يكون هو بتطوير ويكون واكب الحداثة والتطور في العصر الحالي، ليش لا هو يفتقد أبسط مقومات الراحة اللي يحتاجها كل مسافر، وتفاصيل كثيرة أكيد سنتعرف عليها سويا بحلقتنا لهذا اليوم من برنامج ليش لا. لكن قبل أن نخوض بهذه التفاصيل تعالوا معنا لمشاهدة التقرير وراجعين. حيث يعود تاريخ إنشاء المطار إلى عام 1979 و1982، وتولت بناء شركات فرنسية وبريطانية، وكلف إنشاء أكثر من 900 مليون دولار، يقع على بعد 16 كيلومتر غرب العاصمة. وبعد هذا التاريخ العريق لمطار بغداد اللي يبلغ عمر بناء أكثر من 40 عام، هل يحتاج إلى بناء وترميم وإعادة صيانة؟ وبصدد هذا السؤال سألنا كل الجهات المختصة وأجابت بمسؤولية أخذ المطار في عين الاعتبار وتطوير نتيجة الإهمال وعدم حرص الحكومات المتعاقبة على ذلك. ولا ننسى أهمية مطار بغداد، حيث يعتبر أكبر مطارات العراق، وبالوقت الذي تشهد فيه العاصمة بغداد كثافة سكانية كبيرة بلغت نحو 9 ملايين نسمة إضافة إلى الوافدين، باتت قضية إنشاء مطار جديد حديث العراقيين، مطالبين بتوفير خدمات تليق بالمسافرين والضيوف، مع أهمية الحفاظ على سمعة مطار بغداد الدولي والارتقاء بواقع خدماته المقدمة للمسافرين. وحسب مختصين أن بناء مطار جديد سيتيح إمكانية لانتعاش حركة الطائرات العالمية ومرورها بالأجواء العراقية عبر استهداف الموقع الجغرافي الأمثل للعراق على مستوى العالم. إذن أحبتي المشاهدين، بعد ما رجعنا من التقرير طبعاً تعالوا نتعرف إحنا وياكم على بعض المعلومات اللي تخص مطار بغداد الدولي. طبعاً مطار بغداد الدولي يعتبر هو الوحيد الموجود في العاصمة بغداد. هذا المطار تم بناءه على يد شركتين فرنسية وبريطانية، بالتالي كان تاريخ إنشاءه هو يعود إلى 1979 و1982. القدرة الاستيعابية لهذا المطار تقريباً 7 ملايين يعني مسافر سنوياً، وأيضاً هذا المطار هو يحتوي على 3 صالات، هذه الصالة يطلق عليها صالة بابل وصالة نينوى وصالة سامراء، بالإضافة إلى هناك صالة خاصة لكبار الشخصيات المهمة هي صالة VIP. وطبعاً هذا المطار يعني مضى على بناء تقريباً ما يقارب أكثر من 40 عام. إذن هذا المطار بخلال هذه المدة هو لم يتم صيانته أو الاهتمام به بصورة يعني كبيرة، بالإضافة إلى أن هذا المطار يحتوي على مدرج يعني عدد قليل، يعني تفاصيل كثيرة يعاني منها المطار بسبب أنه تهالك البنى التحتية لمطار بغداد الدولي بسبب هذا الوقت الطويل. وأيضا نلاحظ أنه هناك إهمال كبير من قبل القائمين على هذا المطار، وبسبب تفاصيل كثيرة وأيضا بسبب الظروف الاقتصادية والحرب المر بها العراق. لكن في الوقت الحالي نحتاج إلى إعادة هيكلة لهذا المطار، نحتاج أنه هذا المطار بغداد وهذا حسب اسمه وسمعته ويكون هو يليق بالمسافر ويليق باسم العراق ويليق أيضا بالضيوف القادمين من البلدان الأخرى. يجب أن يكون هناك إعادة هيكلة لهذا المطار ويكون مناسب ويكون يعني يحتوي على المرافق الصحية والخدمية تكون ملائمة وتكون هي مواكبة للتطور. إذن هناك سلبيات كثيرة يعاني منها المطار راح نتعرف عليها، وأولها هي الحمامات. طبعا من السلبيات اللي يعاني منها مطار بغداد
احتياجات دولي هو سوء المرافق الصحية وتحديدا الحمامات. طبعا الحمامات في مطار بغداد الدولي هي حمامات يرثى لها، تعاني من السلبية وتعاني من الإهمال وتعاني من عدم صيانتها بصورة مستمرة. طبعا مطار بغداد الدولي مثل ما ذكرنا هو يتوافد إلى أعداد كبيرة من الضيوف ومن المسافرين، إذن هذه الحمامات المفروض تكون موجودة يعني شركات خاصة ترعى هذه الحمامات وتكون إيدها بيها يعني بصورة مستمرة، كتنظيف كاهتمام يعني صيانة الأجهزة وغيرها من التفاصيل. لكن للأسف مثل ما ذكرنا قبل قليل أنه هذا المطار تم على بناء وإنشاء ما يقارب 40 عام، يعني معناته أنه الأدوات وغيرها من التفاصيل هاي تعاني من الإهمال، تعاني من أنه هي متهالكة وتفاصيل كثيرة. طبعا مطار بغداد مثل ما ذكرنا يحتوي على 3 صالات، كل صالة يحتوي بها أو موجود بها 32 حمام، يعني 3 صالات معناتها مجموع الحمامات الموجودة هي 96 حمام، بالتالي عدد كبير يحتاج فعلا إلى أيادي عمل ويحتاج إلى منظفين ويحتاج إلى عمال مختصين بهذه أو بهذا الجانب. إحنا نقول إحنا ليش لا ما تكون هناك شركات متخصصة وتمنح هذه بما يخص النظافة وكل ما يعني يتعلق بنظافة المطار لشركات خاصة مهتمة بالنظافة، وتكون هي على اتصال وتواصل مستمر مع كل ما يحتاج المواطن وتوفر له الخدمات المناسبة واللي تليق بالمسافر. للعلم أن مطار بغداد الدولي هو مكانه ومركزه مهم تحديدا في زيارات مثلا محرم وصفر، هذا الشهر هو يكون مهم بسبب زيارة 40 الإمام الحسين عليه السلام وغيرها من التفاصيل، معناته أنه هذا المطار يعني يجي من كل دول العالم أنه يزورون العراق، وتحديدا رغم أكو مطار يعني موجود في أربيل ومطار في بصرة ومطارات موجودة في العراق، لكن الأساس واليعتبر اللي هو الصورة والواجهة للعراق هو مطار بغداد الدولي. إذن هذه الصورة تنعكس سلبا عن العراق عندما يأتون إلى العراق ويشاهدون مطار بهذه الحالة، وتحديدا الحمامات تكون بهذه الحالة اللي الآن العالم ومطارات العالم الموجودة هي وصلت إلى أمور ومراحل متطورة بسبب التكنولوجيا، بسبب التطور، بسبب العصر الحداثة وغيرها من التفاصيل. والله بصراحة يعني بعض النقاط اللي نقول أكو سلبيات وأكو إيجابيات، بس السلبيات على العموم بصراحة أول شيء النظافة، الحمامات الصحيات بشكل عام مو بالشكل المطلوب، يعني هواي مطارات اللي حتى ما نقول أحسن من عندنا بس مهتمين بهالجانب. والنقطة الثانية الموضوع استلام الحقائب بعد الوصول، حقيقة يعني أكو بتأخير أو يصير إشكال بيها، أكو عطل، أكو بالسيربس، فهذا هو اللي يسوي تأخير بال. أي نعم نعم نعم، الحقيقة هو هذا كلش قديم، يعني أعتقد هو هذا حتى من زمن النظام السابق ما صار إلى أي تحديث، وحتى قاعة مطار بغداد بالذات لأنه قبل ما كانت أكو غير بس مطار الموصل ومطار حتى البصرة ما كان بذيك الكفاءة، بس أزيد شيء كان مطار بغداد الدولي واللي كان بمقدمة المطارات اللي بالخليج أو بالوطن العربي. نتمنى بعد الإصلاحات اللي يقوم بها رئيس الوزراء والحملة الجهد الخدمي اللي يقوم بها في إعادة تأهيل يعني العاصمة وبقية المدن، نتمنى أن يلتفت لهذه النقطة وأن يحسن من وضعية المطار بشكل عام، يعني من إجراءات من الدخول حتى يعني تصريف العملة داخل المطار يجب أن تكون بشكل سلس أسهل من هذا، وما تقتصر بس على مجموعة أكشاك أو مجموعة نقاط اللي يستلم من عندها. إحنا بخصوص المطارات أول شغلة طبعاً إحنا اللي كنا نعاني من عندها إنه ساحة الانتظار، كنا بالبداية إنه يعني مثلاً نجي من محافظة لمحافظة أو حتى من داخل بغداد إنه ننتظر بساحة عباس بن فرناس، بعدين سيارة إنه تأخذنا تودينا جوا صالة المطار. طبعاً هواي هسه خففت، يعني نقول مثلا اكو فرق، يعني انه السياره قامت تدخل مباشره صاله المطار صاله الانتظار، من ناحيه الكراسي اماكن الجلوس الشغلات اللي مثلا داخل المطار اللي نشوفها طبعا تختلف اختلاف جذري
بين اللي موجودة عندنا هنا بالعراق وبين اللي موجودة بالمطارات اللي أخرى. طبعاً أنا مسافر أكثر من دولة وشايف أكو فرق. يعني بالنسبة لنا إحنا عندنا أماكن جلوس هنا نص يجوز تلقاها بمطار النجف مطار بغداد، يعني نص تلقاها مكسرة، يعني ما بيها تيشا أماكن راحة، بالخصوص إنه أنت تنتظر أكثر من ساعتين إلى 3 أو 4 ساعات يعني حسب الوقت مات الطيارة هناك. طبعاً يعني ما أقول إنه في مرة إنه يعني هي واسطة مرحلة من التطور، وإنما مكان أماكن جلوس يعني مريحة بالنسبة للانتظار. أيضاً إنه هناك الانتظار مو مثل وقت الانتظار اللي عندنا هنا، يعني ما يفرق، يعني تقريباً ساعة فرق كل شفاية بالنسبة اللي جاي هو عائلته، هو يعني إذا هو يا مثلاً أطفال أو يا كذا أهله مرض إنسان كبير إنسان، يعني هاي تفرق هواية بالنسبة للانتظار. يعني هناك يكون انتظار يعني تقريباً ساعة إلى ساعة ونص، هنا الانتظار 4 ساعات تقريباً أو أكثر مرات قسم إذا تخرج الطيارة. الأسعار اللي داخل المطار يعني الشغلة اللي خارج المطار بألف، فهي داخل المطار تلقاها بخمسة أو قسم بهني بعشرة يعني مرة تلقبين، فهاي أسعار مبالغ بها. يعني بالنسبة مثلاً إنسان مثلاً واحد مثلاً بنسى يريد يشتري له شيء يروح يشوف سعره خيالي، يعني بالنسبة ما يقدر راح يشتريه، وبذلك راح تقل مصاريف الموجودة بالمطار. يعني ذاك من ذاك اللي يشتري. نحتاج أول شيء إنه نوفر أماكن جلوس، إنه مثلاً بالنسبة للمقاعد، أما مقاعد يعني ما نقول حديثة فد مرة لا بعد حدود، وإنما مقاعد مريحة تناسب الزبون اللي يجي، تناسب المسافر اللي يستريح وقت انتظار. إحنا عندنا هواية تقليل وقت انتظار الرحلة، طبعاً يعني ماكو وقت، إذا طيارتك تبي 8 أنت لازم بثنتين تطلع من البيت الحين، يا بين ما تقدر توصل يا حد ما تقدر توصل الوقت الطيارة مالتك. شغلة ثانية إنه وقت التأخير كلش هواية، احنا يا ريت نتمنى انه يقل وقت التأخير الطائرة او وقت الانتظار، يعني هذا في شيء جدا طويل وممل اصلا يعني بالنسبة للي ويا اطفال رجل كبير. طبعا احنا اغلبنا يعني طلاب طب ونسافر كثير ونطلع ونروح نشوف المطارات البقية، وكان يؤسفنا صراحة يعني جدا انه نشوف مطارنا يجوز هو اردأ المطارات العربية للأسف الشديد، يعني فكان هذا الشيء حز بداخلنا. لكن من المبادرة اللي أطلقها السيد رئيس مجلس الوزراء الجديدة، وهي أنه التفت إلى مطار بغداد الدولي وراح زاره بنفسه وشافه وطلع على الأوضاع المتردية اللي بي وحاسب المقصرين بي، صار عندنا أمل كلش قوي ونتمنى أنه يكمل هذا الشيء. هو أول خطوة اتجه بها لهذا باتجاه هذا الموضوع، هو فتح الطريق المؤدي إلى مطار بغداد. هذا الشيء هو خفف عن كاهل المسافر، خفف عن الأجور اللي كانت تستقطعها السيارات اللي تعمل على نقل المسافرين داخل مطار بغداد. هذا الشيء كلش حلو والتفاته جدا حلوه، والمأمول والمرتجى من السيد رئيس مجلس الوزراء ان يبقى متابع لمطار بغداد واعمال الصيانه اللي بيه والترميم اللي بيه. قضايا كثيره صراحه متعلقه من ضمنها يعني تاخير الطائرات والرحلات، وايضا الاسعار داخل المطار بالكافيهات والاكل يعني جدا جدا يعني مرتفعه ولا تتناسب مع الخدمات اللي جاي يقدموها. واضافه لهذا الشيء يعني تاخر الحقائب، هذه المعضله اللي هو قالها يعني بنفسي السيد رئيس مجلس الوزراء قال ان هذه معضله جدا كبيره وللاسف لهذا اليوم هي ما انحلت. كل احنا كنا نعاني انه ننتظر اكثر من ساعه يلا تجي الحقائب، فاحنا نتمنى والله السبب لا السبب هو شنو؟ السبب انه المشرفين على مطار بغداد هم غير اصحاب اختصاص، لا يتعاملون مع شركات عالميه، هذه الشركات هي اللي تدير مطارات في كل العالم، وايضا وزاره النقل يجوز يعني من المؤكد انه لا يعني مدز موظفيها وكل المتطوعين بها الى متابعات والى شلون بنقول احنا يعني دورات خارج العراق، يعرفون شلون يديرون اسوه بباقي المطارات. مطار بغداد مو قليل، مطار بغداد يعني هو محطة والله يحتاج هو إلى ترميم كامل من الحمامات صعودا إلى أبسط شيء، يعني صعودا إلى تنظيم الكاونترات مال الجوازات وتنظيم كيفية الدخول وختم الجوازات للمسافرين، هذه كلها المسافر جدا يتعب يلا يكمل كل هذه الأمور. وأيضا يعني ترميم الطرق المؤدية إلى المطار، يعني طريق مطار بغداد هو منطقة يعني شو ما نقول احنا مكان واجهة للعراق، كل المسافرين وكل الزوار الأجانبي أول محطاتهم هو هذا، فاحنا نتأمل خير أنه يكون الشارع مال مطار بغداد أكثر تطورا ودخول مطار بغداد أكثر تطورا وقاعات الانتظار داخل مطار بغداد أكثر تطورا، لأن صراحة يعني واقعها مؤسف. وإحنا كنا أمل بمعالي السيد رئيس دولة رئيس الوزراء أنه يلتفت لهذا الأمر ويبقى متابع له
ويحاسب المقصرين محاسبة جدا شديدة ويضع الأشخاص المناسبين في المكان المناسب. من النقاط السلبية الأخرى التي يعاني منها مطار بغداد الدولي طبعا أن مطار بغداد هو يعاني من اكتظاظ المسافرين وبأعداد كبيرة، لكن المقاعد الموجودة للجلوس ولانتظار الرحلة هي لا تكفي العدد المسافرين، بالإضافة أنه أغلب هذه المقاعد هي غير مؤهلة وغير صالحة للاستخدام، هي متهالكة تعبانة، يعني تعاني من مشاكل كثيرة، ومثل ما ذكرنا هي لا تليق بمطار بغداد وباسمه وبسمعته، بالتالي يحتاج إلى مقاعد أكثر، يحتاج إلى استبدال المقاعد الموجودة بمقاعد حديثة، وطبعا يواكب المطارات الموجودة في دول المنطقة وغيرها، وراح نتعرف عليها بحلقتنا لليوم، وراح نعرف المطارات الدول الأخرى على ماذا تحتوي وشنو يميزها عن العراق وعن مطار العراق. طبعا ايضا من السلبيات الاخرى التي يعاني منها المطار هو الشريط الناقل لحقائب المسافرين، طبعا هذا الشريط هو مضى على عمره سنوات طويله وهو لم يتم صيانته او استبداله، فيحتاج الى استبدال او توسعه هذا الشريط حتى يستوعب اكبر عدد من حقائب المسافرين وما يكون هناك اكتظاظ وهناك انتظار طويل لانتهاء وقت يعني تسليم الحقائب ومرورها بهذا الشريط الناقل. من السلبيات الأخرى أيضاً اللي يعاني منها المطار هو عدم وجود منظومة الأمن والحرائق، يعني مال الحرائق، هي شاهدنا أنه كثير من الحرائق اللي حدثت في مطار بغداد الدولي وهذا بسبب افتقاد المطار إلى منظومة الأمان. طبعاً على الرغم من أنه هذا المشروع هو موجود المشروع، لكن لم يتم العمل عليه أو استكماله، وهذا المشروع موجود من سنة 2016، هذا طبعاً حسب تصريح مدير مطار بغداد الدولي المستقيل الأستاذ حسين قاسم، أنه ذكر في لقاء سابق أنه هذا المشروع مشروع منظومة الأمان ومنظومة الحرائق هي موجود لكن متوقف لأسباب تخص المطار وغيرها من الأمور. وأيضا من السلبيات الأخرى التي يعاني منها المطار هو عدم وجود عمال نظافة بالعدد الكافي اللي يستوعب عدد المسافرين من العراق والعدد القادمين إلى العراق، يحتاج إنه يعني يكون هناك أعداد كبيرة. وأيضا من الأمور إنه تكون عمال نظافة الموجودين في المطار يعني ماكو زي إنه هو خاص بهم، زي مرتب، زي مختص بعمال نظافة اللي يكونون بالمطارات مثل بقية الدول، يعني هناك يكون لهم زي خاص نظيف مرتب، ما تحس ان هم عمال نظافة. هذه الامور يجب على الجهات المختصة المعنية انه يعني تنتبه لها حتى في المستقبل نحاول انه نطورها ونحاول انه نقضي على هذه الامور السلبية اللي حددناها. طبعا مشكورة سلطة الطيران المدني يعني تقوم بجهد كبير، لكن للأسف هذا الجهد هو غير ملحوظ بسبب انه كثرة السلبيات الموجودة، مثل ما ذكرنا كثرة الامور اللي يعاني منها المطار، وهذا مو يوم ويومين، هذا الى عمر يقارب إلى 40 عام، فبالتالي يحتاج إلى جهود أكثر ويحتاج إلى بذل جهد من قبل سلطة الطيران، من جهة المسؤولة على المطار، ومن أمور كثيرة وجهات مختصة حتى ننهض بواقع المطار ويكون هو مشابه أو يكون هو مقارنة مع مطارات دول المنطقة. طبعاً حبيت المشاهدين أيضاً مطار بغداد يفتقد إلى الأرضية الحقيقية والأرضية المناسبة للمسافرين القادمين والمغادرين من مطار بغداد الدولي، بالإضافة إلى أنه هناك كان مشكلة يعاني منها المسافر من بغداد أو من العراق، هي مشكلة أنه عدم قدرته إلى أنه يصل إلى مطار بغداد بسيارة خاصة، أو يعني أنه تكون هي سيارة تصل بصورة سلسة من مكان سكنه إلى مطار، لكن كان هناك أنه لا مكان التجمع أو الساحة المختصة أنه بنقل المسافرين من وإلى المطار هو ساحة عباس بن فرناس. طبعا هذه كانت مشكلة وسلبية كبيرة يعاني منها المواطن والمسافر، بسبب أنه إضافة إلى الجهد والتعب وتعب السفر ويعني الضغوطات النفسية أيضا، لكن هناك هي مشكلة أيضا جهد مالي ومصاريف، وكانت الأجرة تكون عالية يعني بنقل هذا المسافرين، يعني كانت هذه المشكلة هي أبرز مشكلة كان المواطن يعاني منها. لكن
لكن بفضل الحكومة الحالية وشاهدنا أن هناك يعني تطورات كثيرة قامت بها الحكومة، حكومة السيد السوداني كانت ملحوظة وكان لها صدى، بالإضافة أنه كان هناك جولات تفقدية لكثير من المفاصل الدولة وكثير من الدوائر، ووصولا إلى مطار بغداد الدولي، وشخص سلبيات كثيرة وعديدة. نأمل في المستقبل أنه تكون هذه السلبيات هي يقضى عليها تماما. أول مبادرة عمل عليها السيد السوداني هو فتح طريق مطار بغداد ووصول المسافرين إلى ساحة الطيران أو ساحة المطار بعد ما كانت مغلقة لأكثر من 20 عام. يعني هذه مبادرة تحسب للسيد السوداني ومشكور عليها. كانت أيضا شخص سلبيات من ضمنها هو تأخر الرحلات، وأيضا الطائرات اللي تعاني من يعني وسائل الراحة اللي يحتاجها المسافر، قدم هذه الطائرات وتفاصيل كثيرة. لكن هذه المبادرة فرحت المواطنين بصورة كبيرة وكان لها صدى واسع، وأيضا نتأمل ويعني نسعى بعدين جهودنا وجهود الحكومة أيضا في سبيل إيصال يعني صوت المواطن. بالتالي إنه هذه المبادرة تحتاج إلى رعاية أكثر، نحتاج أيضا إلى تطوير المطار ويكون هناك صالات أكبر، يكون هناك توسعة أيضا للمطار أو بناء مطار جديد حتى يستوعب العدد، وأيضا هو يكون واجهة جديدة ومناسبة للعراق، للعراق أبو الحضارات والعراق أبو المناقد الدينية والحضارات المشرق العراق اللي يكون هو إلى صدى بكل دول العالم. إذا حبيت المشاهدين السؤال اللي نطرحه بهذا البارت هو هل هناك يعني توسعة لهذا المطار؟ هل هناك بناء يعني مطار جديد يكون هو كتطوير للمرافق الخدمية والصحية؟ طبعا قد يكون انتظار الرحلة أو انتظار موعد السفر أو موعد انطلاق الرحلة هو متعب ممل نوعا ما، يعني يحسسك بضغوطات نفسية، يحسسك أنه أنت يعني الخوف اللي ينتاب بعض المسافرين بمجرد ركوب الطائرة وتفاصيل كثيرة طبعا. لكن إذا كان المطار يحتوي على وسائل الراحة يعني مثل المطارات الموجودة في دول العالم وكل مطارات هي عصرية يحتاجها المواطن، يحول هذا الملل وهذا التعب إلى متعة، شلون إنه عندما يتجول بهذه الساحات، إنه إذا كان المطار يحتوي على تصاميم معمارية، إذا كان يحتوي على مرافق كبيرة وعديدة. طبعا هذا الموضوع راح نقارنه مع بقية الدول، راح نتعرف على مطارات الدول اللي تتميز بهذه الآلية بهذه النقطة. أبرزها هو مطار موجود في سنغافورة. مطارات يعني سنغافورة هي تحتوي على أبرز يعني المهمات وأبرز النقاط اللي يحتاجها كل مسافر. يعني تقريبا مطار شانغي هو يصنف طبعا على مدار 7 سنوات متتالية لسنة 2019 طبعا إنه هو أبرز مطار، وهو الأول ضمن مطارات دول العالم اللي هو يتميز بتصاميمه المعمارية الفاخرة، يتميز باحتوائه على المنتجعات السياحية، يتميز انه يحتوي على مطاعم وخيارات الطعام، يحتوي على قاعات السينما، يحتوي على المسارح، يحتوي على الأسواق. يعني هذه النقاط فعلا تحسس المسافر انه هو ما رايح ينتظر موعد الرحلة، او ما رايح انه هو الى متوجه الى المطار، متوجه كأنما الى دولة اخرى، او متوجه الى المول، او متوجه الى طلعة يعني ترفيهية إلى خاصة. فهذه الساعات تقضى بسرعة كبيرة، بالتالي تكون هي مناسبة وتحسس المسافر بالراحة النفسية. هذه جدا مهمة بالإضافة إلى الخدمات الصحية والخدمات المرافق الصحية والخدمية، تفاصيل كثيرة يقدمها هذا المطار للمسافرين، بالإضافة إلى النظافة التي تعم بأرجاء المطار، وهذه نقطة جدا مهمة. ليش لا تكون أو ما تكون مطارات العراق بهذه الآلية؟ شنو اللي ينقص العراق عن هذه الدول وكل دول العالم؟ إذن أحبتي المشاهدين، طبعا من المطارات الأخرى اللي نقارن بها هو مطار حمد الدولي. هو هذا المطار موجود في العاصمة القطرية الدوحة، وهذا المطار يتميز بأمور كثيرة وعديدة. يتميز بتصميمه المعماري الفريد من نوعه، يتميز بأنه هذا التصميم هو يمزج بين الإرث الحضاري والثقافي للمنطقة نفسها. يحتوي على مرافق عديدة وكثيرة، يحتوي على السوق العالمية وأسواق السوق الحر، يعني
يعني هذا المكان اللي كأنما أنت ذاهب إلى منتجع كبير يحتوي على كل وسائل الراحة اللي يحتاجها المسافر، بالإضافة يتميز بتصاميمه المعمارية مثل مسجد المطار اللي يتميز بالقبة الزجاجية والمنارة المعمارية الفاخرة، أيضا يتميز بوجود المطاعم اللي تكون هي مطاعم فاخرة وبوكالات عالمية، يتميز بوجود أيضا غرف خاصة وفنادق خاصة، ممكن تحجز غرفة إذا كانت الرحلة طويلة أو تأجل موعد الرحلة، ممكن تحجز جناح خاص للعوائل، يعني تفاصيل كثيرة يتميز بها هذا المطار، بالإضافة إلى أنه هذا المطار يستوعب تقريبا 34 مسافر سنويا، يعني الرقم كبير ومعناته مساحة المطار يعني كبيرة جدا، بالإضافة إلى وجود العمال والنظافة وأمور كثيرة، بالإضافة وجود قاعات ومسارح ومطاعم وحدائق ومناظر طبيعية خلابة موجودة أيضا بهذا المطار، يعني كأنما أنت مسافر إلى دولة أخرى ولا كأنما أنت قاعد بمطار تنتظر الرحلة، يعني هذه أمور جدا مهمة نحتاج أن تكون موجودة في العراق على الأقل جزء منها اللي هي اللي شخصناها في بداية الحلقة، ونتأمل من حكومتنا الجديدة وحكومتنا الحالية اللي فعلا شخصت السلبيات تعمل على القضاء عليها. فالسؤال هنا اللي يطرح من قبل الكثيرين هو لو تم العمل على توسعة المطار أو بناء مطار جديد، ماذا سيضيف للعراق من ناحية الاقتصادية؟ شنو راح يكون إلى مكانة في العراق ومن ناحية أنه قدوم الأشخاص والمسافرين من الدول أو مغادرة المسافرين من العراق إلى دول أخرى؟ شوف الجواب إحنا وياكم وراجعين. تحية طيبة. ابتداءً أقول أن الأجواء العراقية تمثل ممراً حيوياً واستراتيجياً للكثير من خطوط الطيران العالمية، وبالتالي أن تكون لدينا مطارات متعددة على مستوى العاصمة بغداد والمحافظات سيكون لها تأثير إيجابي كبير على الواقع الاقتصادي العراقي، وستكون بالتأكيد أيضاً محط جذب للرحلات العالمية، لا سيما أن العراق يربط بين الغرب والشرق، وبالتالي ممكن أن تكون هذه المطارات محطات لاستراحة للرحلات الجوية لا سيما البعيدة أو الطويلة منها، للتزود بالوقود، للصيانة، لأمور أخرى. ممكن أن يكون أيضا محطة ترانزيت للمسافرين الذين يأخذون أكثر من رحلة ليصلوا إلى مناطق التي يريدون الوصول إليها. على مستوى المشاريع حقيقة خطط التنمية والتوجهات التنموية تعطي أهمية كبيرة لإنشاء مطارات جديدة على مستوى العاصمة بغداد. توجه حقيقي وجاد أولا لتوسيع مطار بغداد الدولي ليكون بمستوى يتناسب والقوة الاقتصادية والسياحية للعاصمة بغداد وللعراق بنحو عام، وهذا يعني إجراء التوسعة أو قرار التوسعة اتخذ وسيباشر به خلال الفترة القريبة المقبلة. وهناك أيضا توجه لإنشاء مطار جديد في العاصمة بغداد، لم يحدد المكان بعد ولكن كفكرة هي موجودة. على مستوى المحافظات حقيقة هناك مشاريع مطارات أكثر من واحد في عدد من المحافظات، نشير هنا إلى مطار كربلاء الدولي وإلى مطار الأنبار وأيضا مطار الموصل، يعني مطار الموصل القديم يجري العمل على تأهيله، وهناك أيضا مشروع لمطار جديد في محافظة نينوى لما تمثل هذه المحافظة من ثقل اقتصادي وسياحي واستثماري بشكل عام. هناك أيضا مطار محافظة كركوك الذي افتتح خلال الأشهر الماضية، ولدينا أيضا مطار البصرة، ولدينا مطار الناصرية، ولدينا مطار النجف. هذه مطارات داخلة بالخدمة وحقيقة أيضا باتت تمثل ثقلا اقتصاديا مهما، نشير إلى مطار النجف مثلا لا سيما في الزيارات المليونية، يكون قبل ملايين الزوار الذين يرومون إداء مراسم الزيارة من خلال مطار النجف. وأيضا نتوقع لمطار كربلاء هو الآخر سيكون له مساحة وشأن كبير في هذا الجانب.
المطارات الأخرى يعني أخذت بنظر الاعتبار المزايا المكانية لكل محافظة، وكل المحافظات التي ستشهد إنشاء مطارات أو التي فيها مطارات بالأصل حقيقة فيها مزايا مكانية سياحية زراعية اقتصادية أخرى، وبالتالي وجود هذه المطارات مهم جدا. إذا أنا حبيت يا المشاهدين قبل ما نختم حلقتنا لهذا اليوم يجب أن نركز على بعض النقاط المهمة اللي شخصناها بحلقتنا اليوم. أولا يجب العمل على تطوير مطارات العراق بصورة عامة، ويجب أنه نهوض بواقعها الخدمي والصحي والمرافق وغيرها من الأمور. ثانيا يجب على المواطن أن يكون إيد واحدة مع الحكومة حتى ننهض بواقع كل مفاصل الحياة وكل الأمور اللي يحتاجها المواطن من ناحية الالتزام بالنظافة، من ناحية الالتزام بالتعليمات اللي تصدرها الجهات المختصة سواء من المطار أو من المستشفيات أو من الحدائق وغيرها من الأمور، حتى ننهض بعراقنا ويكون العراق مشرق ونحدد وتكون واجهة مشرقة لكل دول العالم، ونقول إنه الخير قادم والعراق قادم من جديد بأفضل حال ممكن. إذا أحبتي المشاهدين بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، ألتقيكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة وموضوع جديد. إلى اللقاء.